هذه المبادرة جاءت تلبية لاحتياجات مواطني سكان ولاية إليزي، والمعطيات اللي تحصلنا عليها أنه فيه 730 عائلة متضررة، من ضمنها 90 عائلة في منطقة إليزي مقر الولاية، و 640 عائلة في منطقة جانت. من ضمن 640 عائلة عندنا 60 عائلة متضررة 100%. في وقت قصير جدا استطعنا جمع أكثر من 22 طن من المساعدات.